أستاذة في اللغة الإنجليزية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تطوعت لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد. شيماء العيدي تحدت مرض السرطان أثناء تلقيها العلاج بالمملكة المتحدة من خلال التطوع بمبادرات عدة والإلقاء المحاضرات لرفع الروح المعنوية للمرضى ومن ثم خلق روح الأمل لديهم، كما بادرت بحياكة القبعات الزاهية لأطفال مرضى السرطان. تميزت شيماء بمساعدة مرضى سرطان الدم أو اللوكيميا الموجودين في لندن، وذلك بالعثور على المتبرعين بالخلايا الجذعية اللازمة للعلاج. وعلى ضوء ذلك حصلت الأستاذة شيماء العيدي على الموافقة للانضمام إلى مراكز الدعم النفسي والتبرع بالخلايا الجذعية بالمملكة المتحدة، وبذلك تعد أول عربية كويتية يتم اعتمادها في هذا المجال. فبكل فخر واعتزاز تداول المغردون الخبر شاكرين لها مجهودها وعطائها، دعينا لها بالشفاء العاجل. رشحت الأستاذة شيماء العيدي للمشاركة في مبادرة صناع الأمل التي أطلقتها مؤسسة مبادرات الشيخ محمد بن راشد المكتوم العالمية، والتي تصل جائزة الفوز بها إلى 1,000,000 درهم إماراتي، وللمشاركة في ترشيح اسم الكويتية شيماء العيدي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة صناع الأمل. وحول الموضوع، فريق النشرة الإلكترونية قام بالتواصل مع عبر اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية لندن مع الأستاذة شيماء العيدي، والتي أفادت بالتالي: أنا شيماء العيدي من الكويت، أعالج من السرطان في لندن. في بداية الأمر حبيت أني أنا أطلع من دائرة المرض والتعب، بحيث أني أنا أحاول أساعد المرضى بطريقة إيجابية بحكم تخصصي ودراستي. بعدين اكتشفت أن الموضوع شوية كان محتاج نظرة أعمق مني، بحيث أن أبحث عن متبرعين بالخلايا الجذعية لأطفال السرطان اللي فيهم لوكيميا الدم اللي هو سرطان الدم. والحمد لله أنا كنت قارية إعلان في منطقة مانشستر حق ناس تحب تتبرع، طبعا هذا الشيء مجاني لوجه الله. سويت الحمد لله بفضل ربي وقدرت أني ألقى 3 متبرعين حق 3 أطفال، ونجحت تماما الحمد لله، العمليات 100% وتشافى والحمد لله. من بعدها قدمت اسمي واشتركت، والحمد لله نجحت الأولى وطلعت الاسم الأول عربيا وعالميا، بحيث أني أنا أوفق بين المرضى وبين المتبرعين وسهل لهم الطريقة، وطريقة طبعا المواصلات والوصول حق أهالي المريض والمستشفى. وطبعا جت لي مشاركة من محمد بن راشد آل مكتوم، طبعا مو غريبة عليهم أهل الإمارات، في صناع الأمل، وفعلا رشحوني الحمد لله، والتصويت مستمر لأول 4. وأتمنى همة أهل الكويت معي، بنت الكويت معاكم، أنا موجودة عشان أرفع راس اسم ديرتي في أوروبا وإن شاء الله العالم كله. يعطيكم العافية ومع السلامة.